السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن أصحابي ميل كستوات شوكتان كسور دواذا مركلة متكم بدا برامشد عاني دي كوغو ترقلني ساكي أو جمعا وحاني دي الله يهي جمعا ونكسن قوضب بدا برامشكا عاني دي كوغو سو قدبنا يو ساكي وحا كم بدا غزة أو سراكيل إسرائيليين أهل قدبتي حالي وروين باكسو بحي إسرائيل سيدا يؤلنتين سراكيشاس هدبا تفاصيل كسابسن أريتا واني دين هيا حوتيين تا او نكتك جليي مراكيب مرايكن كا اولي يهي كوبي يطبان ساروق يديارة درونا اللي سوكو دراي يحيا سريع وحي اوكيري ويرر كاس او حالي ساق لحسوها اللي برامش كان ادي كوكو فافاهن دونا ايران او ارين لياب لأي كتاقن تاي تليهي قو تدا فايلغ القدس اسماعيل قاني او لشيغ يوه ان حبسي بقوري او كجرو قدها ايران محاجرة شاكي وين او كسابسن انو كولوغ لها دلك حسن نصر الله اي اسماعيل هانية هادبا وربحنا دا سوان ادين هيا وحشو كالي برامش كان ادكو وسو قد بن دونا حالي اسرائيل ويرر علو الصب اي كوقا دي بيروت سرقال سرق او وين او حزب الله اي فرق الدليه كو بحصدي وحان كوب بالله بينا ارنتا غزة برامش دي هدا الله سعوتين شرق قلب اي حالي وحان ادو قهد ليني waxa ka socda Jabaliya gaar ahaan waqooyiga marinka Gaza hadaba Jabaliya waxa ka socday waa la soconay in ciidamo Israa'iiliyiin ah qayb kamida ay ku go'doomeen Jabaliya markay makhraj ama meel ka baxaan doonteenna si fiican loo garaacay iyaguna maxay ku bedeleen wixii ay arkaan ayay garaaceen madrasad dad rayid ah ay ku dhum ay deganaayeen oo ay dagaalada uga qaxeen ayaa la soo sheegay waxa la soo sheegay Gaza dawadi inay ku yaraatay si kastoo ay tahay marka laga soo tago khasaaraha dadka rayidka ah Israa'iilna khasaare weyn ayaa halka ka soo gaaray la leeyahay hadaba warbaahinta Israa'iil ayaa saakay waxay tabinayaan war ku saabsan saddex sarkaal oo muhiim u ahaa ciidanka Israa'iil in shalay dagaaladii dhacay lagu dilay oo halka looga takhalusay هذا هو ربحان كساب سن أريتاس وحاقوري تلفزيون كالجزيرة ساكي وحولي هاي إذن كإسرائيل قميستي وحا أي حقيقيين إن أي كردين تين سدح سركال دقال كرد أي وقويغا مرين كغزة الجزيرة وحيسيو كالالي ذا هاي دقال لذا عروس هلكا كسعون أيا أيا وحي سببين إن أسكرتا أي هلكا كردين تان لكا كالي ورباهينتا إسرائيل أيا وحي شيغيان إن سراكيشة سدح دا أه إي لدلي أي كردين تين ميانو دولكا لغو آسي أو غاري أي لسعودين أو دول مري جباليا وقويغا مريكا غزة هادبا وحال ليا هاي تاليها عيدان كا سرطا أيا وحو كاميد أها دادكا هالكاسي كردين تي وحانا لشيغيا خسارة وين إنو عيدان كا سو غاري هذا هو أركيسان سدح سركال مالي كل مطري أو أسكرتودي لما هاي وح شيغا مجرال تتك وح فلقين يا هوري وح لو وش شيغا وحي رادين انت الله شيغا إيه انت كو هوس قرصون انت كو هوس قرصون بدل اللي ما يسوي دي سدح سركال أو لمطري أو أسكرتي كارو لسعوتي إلى على دي لسعوتي أو مركا وركا سو مركا وحو موشنا يا ماشا إن دقال عرس وكالعي خسارة حنا إذن كإسرائيل لو جوجيست. وحي ورا ركشوا كرنا جزء برنامج هذا دبنا دي كل سبعين دونا حالكم مثلاً ساكي والس كل دردار يا دجا حالس كجرا يا باشي رصاص تعيد والس كل لسه يا هذا هو كجود بينا وحي سكرنا وارك دونا إن شاء الله. قبل كل بعد برنامج كصبح نمو أصحابي أنا دي كل سو جود بينا يو وحي تاي إسرائيل سيد عدد واحد هبين كي ويسوه يتعيد. بيروت هبينك انت ما دي نكتك جلسا مالها وحي لبكا حشي عدا او باشا جوغا حسب الله ايدا باشا سي هبينك كسو سو حروضان اسرائيل نوي تقانايو ساق نحبركي لقار هبينك اي اي ماشا تما دا بركا سي هلكا كنتو غيسا تد بدنا دودا اي وحاكم دها نكلي رادو الدويري جنرال الدويري فايز الدويري وحويري نوكا كان حزب الله هذا جنوب بيروت حاد لغاية ايه مين كستا ماشا لغود دلي ماشا لغو ويرري ماشا سا لغو قراء عمغلسا
هذا مركا حلي وحلي هي مشكلة دلعضي وارر وحقوق عضي ماشي جنوب كاهيد وحصر نصر الله يو رجى كلاً أي كلايس رجى مركا كسب بحصري ويسود دب عررتين برتمها بيروت هذا ندويس حسابته مركا وعصولات ولا سعر سنة وحباء أنضب الصعود لأنه كان لحدو ذا إس بساساي هبل واب بحصد دري شدو كبو ذي حقا كسوق للي مركا شاكا سو مركا شاكا عادي ما هذه تصور بحين تساكن لقا قرى ينكا بدبادي هذا بو حال شاكا يا الجزيرة قريسا هو قامية كتير سن حزب الله أيا وحو شاكا إن مركا وير لقرشيي أو لدونيي إن لقو خارجيو وكبت بعدي ميت كم إذا هجامياشة حزب الله ديجان كواركوا كرد عيو حلا ذا طلعة النواري أيال ذا وبرتمها بيروت حلي أو خميس أهيد أيانا وارك كاسي أرعي وكالدة وارك أوفا في سر رسمي جاه ذلك لبنان أيال شيكتي وارك كاسي إن لربك صدي طبق السدحات اسمه ككوبنا سديد طبق وحان الله شيغي إن دواقاسي للروميسان يهي إن مسوليين تلبيك سنهي أي كوچرين لكن ورر غوردو صوبحي وحي شيغي يان إن للي يهي حالدو سيدي أي دونيين إسرائيليين تو ويقو هقاقو ويسي أو للي يهي إن تبد بادي دواقا لدوقيي كومجرين إي دواق كالي أي كوچرين وحنا لشيغي يا إن دبو قبصدي قيبا كميدا لسمها العموم وحالي هاي نكا لواراري ووبد بادي مكان وكي حزب الله ها سلاسا لو اوغار سنايا بك تالوهايا نك معلوم والبساسا لو قراعيا شيكا مركا عجيبة ايا هلكا كسعوتا نموكي حزب الله ينكا ستو اي معلمهان داد بساسينا واقبتين للي هاي ميد يهوديا oo basaaskii ugu weynaa ah waaqabteena la leeyahay warbixinada warbaahinta waa la socotiin intaas markaa waxay ahaayeen wixii ka dhacay Beirut xalay qodobka saddexaad ee barnaamijkeena subaxnimo saaki oo jimcaha waxaan idin kugu hayaa xuuti ayaa wacdara dhigay cusub ayuu dhigay nimanka xuutiga hore waxaan idin kugu sheegay niman la yareysan kara ma badaas way u xiran tahay isbaara u taala xuuti leeyraado مراكيب هذا سو مرتو إسرائيل أصعدت كوا كيمد كوا مريكان كا وحي عفنا يان ملا وحنو كلا هرئي دي كوكوش يغي حتى هذا وح كلا ويان كوا عيدا كمريكان كا إبادة جوغا أيال غفا يستينا كوا زالا قراعا بالكي لربو هذا ببارك حالي ساق نحي وحا صوحا اللي نكلي را يحيا سريع يحيا سريع سيدي سبا مركا لقارو ساق نحي أيو انتسو استهاغو ayuu afarta oo xabbo iyo waxa ay sameeyeen inta sheego isagoon wax su'aal laga waydiinin ayuu tagaaya marka xalay marka warbixin ayuu soo saaray ku saabsan hawlgal shalay gelinkii dambe xuutigu ay sameeyeen hadaba jamaacada xuutiyiinta ayaa xalay khamiis ahayd waxay sheegeen inay weeraro kala duwan oo military ay ka sameeyeen badda cas ayay ka sameeyeen iyo badweynta Hindiya afayaanka military ga kooxda xuutiyiinta Yahya Sariic ayaa wuxuu xaqiijiyay inay bartilmaameedsadeen markab shidaal sida oo Mareykanka uu leeyahay oo marayay badda cas koob iyo 10 saaruq oo nooca plastic ah iyo laba diyaaradood oo kuwa droneka ah ayaa ka qayb galay weerarkaas waxana uu sheegay Yahya Sariic inay dhaawac weyn u geysteen oo ballaaran waliba markabka ay weerareen hadaba dhanka kale wuxuu sheegay weerar labaad inay qaadeen oo ay isticmaaleen gantaalaha garbaha leh waxana ay ku weerareen markab kale oo marayay badweynta Hindiya macada إذا إسكالا هيد مركب كاس أيه لدى هاي جزيرة ما نسيجين يحيا سريع هاي أدى لنا عبادها أقابل سن أمنيغا ودكا بريتان أيا يدونا ساكي وحي شايغيسا إن ويرر كاسي ودعي أو مركب هالكاسي لغو ويرري أو وليبا للد عي غنطالو وحانا لغو ويرري ديغان كلي رادو الحديدة oo ku yaala badda cas dhinaca galbeed ee waddanka Yemenna ku yaala waa tahay Yahya Sariic marka waa maqleysaan wuxuu leeyahay
laba weerar oo kala duwan aan qaadnay midka koobaad aba la yaabani markab shidaal wado bareeka ku leeyahay koob iyo 10 saaruuq iyo laba diyaaradood oo daroon ah ayaa kaligiis lagu weeraray sababtoo marka maxay leeyihiin falaqayaashu waxay leeyihiin markabkaasu waxa laga yaabaa maraakiib kale oo Mareykan ku leeyahay oo badda cas ku sugan inay galbinayeen معنا اسكو حالين انو اصو مره ماشا مالوغو تابان كارو هدهي حرفان تان كلا سعو تعمل ايو ماش اصو مره لكن محادا عيحيا سريع وحولي هاي كوب ايو طبان قنطال ايو لباد درون مركا كلي جيس ماهني لي فرانقياش وحي ليهين مركب كا كلي جيس كوب ايو طبان قنطال ايو لباد درون مالوغو ويريري كارو لكن كوي دين عيادة كسعو دي ايا لبشغولين ايا كواشا لقراع ايا سكن او بيلاح النوضو وكلا عرر ايان كدب كيال انتلا قبتو amarka beerka laga xashirinaya badweynta hindiya ayaa iyadana markab kale lagu soo salaamay halkaas waxaa lagu dhigay gantaalka waxay jiray aljazeera oo yahya sariic uu sheegay gantaalka mujannaha liraada af carabiga waa gantaal garbale sida diyaaradii oo kale u duulay ayaa ku habsaday kaas inkastoo aan la sheegin cidda iska lahayd kaas oo yahya sariic uu sheegin laakiin midka koobaad إنو مريكان إسكالها وشداه الوذي أيها الشيء حتى با قوب كا ساقونا كو صابسان حوت يحالي وحي فالكيين إنتا ساكي قد بينا وحال روسو سعودا شيكا كالا أو يابلي أو ورباهنتو أي آد وغهد ليسي ساعديه لصور آفي دينكي قو تدا فايلق القدس ليرادو إي عيدا كا إلالادا كعانكا مدحدا أوها إسماعيل قاني oo waad dhintay iyo waa nool yahay iyo markii dambe Iran ay tiri ninkii waa nool yahay ayaa hadda waxa la leeyahay war ninkii waa caafimaad qaba mana dhaawacmine xabsi guri ayuu ku jiraa Iran gudaheeda hadaba warkan waxa soo helay joornaalka liraa Middle East Eye isaga ayaa laga wada qaadanaya masterka warku waa Middle East Eye joornaalka liraado ee ka soo baxay Ingiriiska maalmahan warar soo baxay lalahaa ninka leeyahay Ismaaciil Qaani waa la la'yahay Ismaaciil Qaani gaatan idin tilmaamo ciidanka weyn ee liraado ilaalada kaanka Iran guuta kamida waxa jirta faylaq al-Qudus liraado oo arimaha Qudus qaabilsan waa guutada Iran u qaabilsan inay hubayso tababarto muqaawamada awlaado dhan ay qaabilsan tahay haday tahay Hamas haday tahay Hizbullah haday tahay kuwa Iraaqiinta haday tahay Xuutiga hawshaas ninka qaabilsan waay waa meeshii uu ka dhintay ninkii weynaa 2020kii ayuu ninkana la wareegay xilka hadaba marka ninkan sheekadiisa way soo laalaabtay marka Middle East ay waxay leeyihiin waxaan ogaanay ninkan intuhun uu soo galay dilkii Xasan Nasrullah iyo rag kale oo waaweyn inay Iran uga shakisan tahay وحشو كلا للي هاي دلال كلا وحيابا كلا مركن ننكي هادا باري تانا كو سعودا لجنة اللي رادو وحا جرتا لجنة تحقيق هرا ادي كو شاقي او ايران لفتر كيدا دحديدا سفين كبلاوضي سراكيشا سياسيين تا وحي كل لغله معلن كوين ايو حرتا ايو اسرائيل ايو وحي حرير لاله halkaas marka laga raadinaa hadaba warbaahinta Middle East Eye ee qortay oo qaar kamid ah ay warbaahinta soo qaateen ayaa waxay leeyihiin Ismaaciil Qaani oo ah hoggaamiyaha ciidanka Qudus ee ilaalada kaanka Iran waxay sheegtay Middle East Eye inay ogaatay horta inuu nool yahay oo aanu dhaawacmin balse waxa la ilaalinaya oo ay sheegaysa in marka weydiimo lagu sameeyo oo su'aalo la weydiinayo iyadoo Iran ay baareyso xad gudubyo amni oo waaweyn oo dhacay hadaba ila wareediyo badan ayaa waxay u sheegeen joornaalka liraado Middle East Eye arintaas Ismaaciil Qaani laguma arag meel fagaare ah tan iyo markii Israa'iil ay ku dishay hoggaamiyihii Hizbullah Xasan Nasrullah duqeyn ba'an oo cirka ahayd oo ay ku qaadeen Beirut 27kii September dhacdo gilgishay isbahaysigaas iyo kooxdaas Hizbullah iyo dhammaan muqaawamada iska caabinta Israa'iil isu bahaystay Middle East Eye joornaalka wuxuu intaa leeyahay ilaa iyo markaas
ilaalad ka caanka islaamiga ee Iran waxay fureen baaritaano ku saabsan sida ay Israa'il ugu suurta gashay inay gudaha u gasho dhaqdhaqaaqyada gaar ahaan Hezbollah gudaheeda iyo hoggaankeeda ugu sareeya oo ay u aqoonsato in halka ay joogan iyo meesha ay joogan ay mar walba Israa'il la socoto 10 ilo oo ku sugan Tehran magaalada Beirut waxay sheegeen iyo Baqdaad inay ku jiraan shakhsiyaad sare oo Shiicada ah oo ku dhow dhow Hezbollah ayaa waxay sheegayaan in marka ay qaani xiriir la leeyihiin oo ka mid ah generaalada ugu sareeya Iran hadaba Ismaaciil Qaani wuxuu noqday madaxa ciidanka Faylaq al-Qudus uu gaddibada u qaabilsan ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran kadib dilkii Mareykanka ay dileen hoggaamiyihii hore ee ciidankaas Qasim Suleimani bishii Janaayo 2020kii hadaba warbixinta dhikan ee joornaalkan wuxuu leeyahay warbixino cadeymo ahan hayna in ninka uu ku xiran yahay xabsi ila hadda marka ma jiro tafaasiil kale oo ku saabsan warbaahinta ay soo heshay Iran falcelin ay arintaa ka sameysay waana la filayaa inta badan markii warbaahinada ay hadlaan waxa jawaaba afayeenka wasaaradda arimaha dibadda ee Iran ninka la yiraahdo Kanaani marka laga yaabo saacadaha soo socda inuu arintaa ka hadlo marka waxa leeyahay ninka la weynta la waayay baaritaan ku socda Iran hal mid ogaada kiiska hadii lagu helo waa lagu daldalaa xataa xabad ma lagu dhufanayo waliba kiis ku xiriira inaad basaas tahay ma ugu sii jirto taliya ahaaw ama wax kale ahaaw adey ku taalaataas nimankaas ma naxaan nimanka Shiicada waliba nimanka waliba wadaadka ku dhowdhow ciidanka ilaalada kacaanka sidiisaba waa ciidan nimankan wadaadada ay sameysteen amarka ugu dambeeya waxay ka qaataan aayatullaahi waana ciidanka ugu awooda badan wadanka dadaa waxay isku qaldaan ciidamada Iran oo dhana waxay moodaan ciidanka ilaalada kacaanka ma jiraan waxaa jira kumanaan ciidana oo military ah oo kala duwan ciidanka badda ciidanka cirka waxa soo dhaw way jiraan laakiin ciidankan waa ciidanka ilaalada kacaanka hubka wadanka ugu sareeya iyaga gacanta ku haysta awoodaha wadanka ugu badan iyaga haya waxay ilaaliyaan kacaanka islaamiga wadanka ay nimanka ilaaliyo waayo barka waa arki doonaa ninka la isku haysto sheekadiisa haday run noqoto waa sheeka yaab leh ninkii ugu sareeyay ciidamada Faylaq al-Qudus in basaasnimo loo haysto waa arin marka yaab la waayo barnaamijkeygii subaxnimo asxaabay subaxnimo jimca inta ayaan ku soo gabagabeynayaa ku xirnaada markasta barnaamijadeena xaqiiqda ku saleysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen fadlan barnaamijka la garay oo share garay haddaad nala socoto Facebook iyo YouTube kaad cusub tahayna nagu soo biiro subscribe iyo follow samay inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno nabadgelyo.